سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا، نوجد معكم واحد الأكلة خفيفة اللي هي الكفتة كباب، اللي كنقدموها مع شلاضة هكا باردة خفيفة تصلح لفصل الصيف، ومع الصوص اللي ديجا صابته معكم. بقاو معنا نشوفوا طريقة التحضير والمقادير. كما تشوفوا هنايا عندي واحد نصف كيلو غرام تاع الكفتة. من الأحسن كتكون الكفتة يعني فيها شوية تاع الشحمة، أنا يا ما عنديش شحمة هكا شريتها. كنزيدو عليها واحد البصلة محكوكة ومحيدين دي الماء ديالها، وكنزيدو عليها واحد الفلفل الأحمر حتى هو محكوك وحيدت له الماء ديالو، ونزيد عليها واحد البصله خضاريه او البصل الخضراء. وغادي نزيدو شويه نتاع المعدنوس يابس، من الاحسن انتوما الا كان عندكم قزبر ولا معدنوس فريش احسن. وغادي نزيدو واحد نصف ملعقه نتاع الهريسه اختياريه كما دائما كنقول لكم. وهنايا كنزيدو واحد شويه نتاع الثوم، ونزيدو بالطبع التوابل الملح والابزار على حسب الذوق. وواحد شوية نتاع التحميرة ولا البابريكا، ونضيفو جوج ملاعق نتاع بريد كرامز ولا الخبز اليابس، ونزيدو واحد جوج معلقات هكا كبار نتاع الزيت، لان انا عندي الكفتة يعني ما فيهاش بزاف تاع ليدام. وغادي نخلطو في هذا الخلاط. من بعد من خلطنا الكفته مع التوابل مع المعدنوس والقزبر والبصله، غادي نكونوا ديجا موجدين العود اللي غادي نديرو فيه الكفته. نكونوا دايرينهم في الماء او مرطبينهم، ولا هي نغسلوهم مزيان باش يتشربوا الماء، لان باش من نديروهم في من نديرو الكفته ديالنا تشوى ما يتحرقناش هذاك العود، ضروري خصنا نديروه في الماء قبل. كما تشوفوا اللي ما عندوش هذا العود يستعمل غير السفافد نتاع الحديد او هادوك السيخ اللي عراض حتى هما نقدروا نستعملوهم. واللي ما عنده لا هادي ولا هادي يدير غير هكذا الكفته يشكلها هكا طوال ويشويها. كما تشوفوا هنايا غادي نفزك واحد شويه يديا بالماء، وعاد غادي نبقى نشكلهم على هذا السيخ نتاع العود. هذاك الماء هي باش يحاول ما تلصقناش الكفته في يدينا وتتبت مزيان. كي نكملوا التتبات نديرو بيدينا على هذا الشكل، نديرو هذاك الديزاين هكذا، هي باش الكفته تبقى عريضه وكتشوى لنا يعني من الداخل مزيان، ما تبقاناش خضراء لداخل. غادي نبقاو على هذه الطريقه كما كتشوفوا، يعني هي بشويه تتبغي تطيح، ولكن تبتوها يعني هي بالعقل، هي بشويه تتلصق، لان هاد لي سيخ نتاع العود رقاق وكتبغي تتنزل، ماشي كما دوك لي سيخ نتاع الحديد هادوك كتثبت مزيان لانهم هما عراض. المهم غادي نبقاو على هاد الطريقه كما كتشوفوا هكا، ونرسمو هكا بالصبع ديالنا، ندركو هكا بالصبع باش يعطينا هذاك الديزاين بحال هكذا. وهي راه سهله يعني، ما غنديروش يعني بروفيسيونيل، ولكن على الاقل غنحاولوا. هي من الاحسن الكفته كتشوى على الجبر كتجي زوينه، اللي عنده يعني الجرده هكذا واللي بحالي راه يدير غير داك نتاع الضو، الفران نتاع الضو ولا الشوايه نتاع الضو. المهم حنا نشويو الكفته فاش ما كاين. كما تشوفوا هنايا الكميه قربت تسالي، وما يبقى لنا الا نمشيو نوجدوا حاجه اخرى اللي غادي نقدموها مع الكفته.
هنا بعد ما سلينا غادي نجيب واحد بلاستيك ونغطيها ونحشيها في الثلاجة حتى نبغي نشويها عاد نجبدها مع اليوم الحمان. ضروري خصنا نديرو اي حاجة في الثلاجة، ومن بعد كي وجدنا هاد الشليضة قدمناها مع هاد الكفتة، جات زوينة تبارك الله. وان شاء الله ان شاء الله كما قلت لكم نبارطاجي معكم هاد الشلاضة الا بغيتوها. وهذه هي الأكلة ديالنا الخفيفة، الكفتة مع الشلاضة ومع الصوص اللي ديجا وريته لكم في الفيديو ومع زويتينات. وهذه هي الأكلة ديالنا، أتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى اللقاء في